تعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بك. القوات الحكومية تهاجم الطلبة المعتصمين أمام مبنى وزارة التعليم في العراق وتكسر ساق أحدهم، كيف يعني تصف خطوة الاعتصام أمام وزارة التعليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هذا الاعتصام يأتي كما نعلم على خلفية قرار وزارة التعليم أو التهديدات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة، مهددتهم بالفصل في حالة غيابهم أو استمرارهم بالاعتصامات، وأمرتهم أو وجهت هكذا تهديدات إذا لم يلتحقوا بالمقاعد الدراسية يوم أمس فإنهم معرضون للفصل بسبب الغيابات. هذه أدت إلى ردة فعل من قبل الطلبة واعتصموا أمام الوزارة وتم التصدي لهم بهذه الطريقة الحيوانية التي إن دلت على شيء تدل على أن القوات الأمنية وبمساعدة قوات الحشد هم عبارة عن بلطجية بالحقيقة، وينتمون إلى جيل الجهلة والعصابات. هم عصابات، حقا عصابات. لماذا ترى أستاذ لبيد أن التصعيد كان مهما في هذا التوقيت في ظل التهديدات التي تمارسها وزارة التعليم ضد الطلبة والكوادر التدريسية؟ وزارة التعليم والحكومة والنظام السياسي برمته يعتقدوا أن تهديد الطلبة وسحبهم من قلب المظاهرات إلى المقاعد الدراسية سيؤدي بالحقيقة، هكذا يعتقدون، سيؤدي إلى أضعاف المظاهرات وتقليل حجمها، وبالتالي يسهل القضاء عليها وتصفيتها. المتظاهرون أو الطلبة أدركوا هذه الحقيقة، والطلبة بالحقيقة يعون بأنهم هم أصحاب المصلحة الحقيقية من الثورة وبقاء الثورة واستمرارها واستمرار وجودهم معها، وهم يشكلون نسبة عالية من المتظاهرين. استمرارها بالحقيقة هو يصب في مصلحتهم، في مصلحة مستقبلهم. الدراسة حاليا هم يدركون تماما، الطلبة يدركون الدراسة حاليا ستقودهم في النهاية إذا استمر هذا النظام المهترئ، هذا النظام الفاسد، إذا استمر ستقودهم بالنهاية إلى البطالة، لأن أجيال كثيرة من الخريجين ما زالوا بدون عمل بسبب لبيد. القوات الحكومية يعني اعتقلت عددا من الطلبة المعتصمين أمام مبنى وزارة التعليم في بغداد، يبدو أن كلفة الاعتصام أمام الوزارة تبدو كبيرة، يعني من ناحيتين أيضا، يعني من ناحية أخرى هناك تواصل للاعتصام للطالبات، يعني تواصل طالبات المدارس الثانوية تمسكهن بالإضراب عن الدوام حتى تحقيق مطالب الثورة. يعني ما بين الإضراب على الدوام، ما بين الاعتصام، كيف تقيم دور الطالبات أيضا في هذا الحراك؟ هذا دور طبيعي وهذا دور ثوري، وهذا هو الدور المشرف بالحقيقة للطالبات، ويعبر عن شجاعتهن وعن تمسكهن بالموقف الوطني والمساند للثورة الشعبية التي تجتاح معظم محافظات القطر. موقف الطلبة بالحقيقة هو موقف ثوري وشجاع، ويجب أن يستمر، لأن استمرار الثورة بالنهاية سيؤدي بالمحصلة إلى مصلحة الطلبة أنفسهم. إذا ضياع سنة دراسية واحدة في أسوأ الأحوال أفضل من ضياع مستقبل كامل. الثورة بالحقيقة ستأتي بنظام جديد سينصف الطلبة وسيعيد العراق إلى وضعه الطبيعي وسيستعيد العراق عافيته، وبالتالي سيكون هناك مكان لتوظيف الطلاب بعد أن يتخرجوا من الجامعات. أستاذ لبيد، يعني هذا بالنسبة لموقف الطلاب والطالبات، ماذا عن موقف يعني المعلمين المدرسين؟ يعني نقابة المعلمين في وسط أعلنت العصيان المدني أيضا، إلى أي مدى ترى أن موقف الكوادر التدريسية من معلمين وكذلك هيئات إدارية داخل هذه المدارس يعني كان داعما للحراك الطلابي؟ نعم، موقف المعلمين وموقف أساتذة الجامعة والمدرسين بالحقيقة موقف متضامن مع الطلبة، وهم في درجة متقدمة من الوعي، وهؤلاء المعلمون والطلبة يشكلون كما نعلم طبقة المثقفين الثوريين، وهذه الطبقة هي الطبقة الأكثر حيوية في المجتمع العراقي، وهي اللاعب الأساسي، وهي
وهي الرهان، ويجب أن يكون رهان المجتمع العراقي على هذه الطبقة المثقفة الواعية التي أدركت تماما بأن هذا النظام لا يمكن أن يبقى ولا يجب أن يبقى، وهو لا يليق بالعراق، وأن مستقبل المعلمين والطلبة مرهون بنجاح هذه الثورة، وأن من صلب أهداف الثورة بالحقيقة إصلاح العملية التعليمية وإنصاف الطلبة وضمان وظائف لهم وضمان مستقبلهم والحفاظ عليه من الضياع. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.